في عام 2014 أطلقت مصر رؤية متكاملة للإصلاح، منظومة إدارة شؤون الدولة والمجتمع للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويخضع للمساءلة، يسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية ويعلي من مستوى رضاء المواطن. تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، التنمية حق للجميع. مصر المسيرة والمسار، يتتبع جهود مصر في مجال الحوكمة وأثرها على التنمية. فلقد سعت مصر إلى تطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ونظم الإدارة المالية لرفع كفاءة أدائه وفعاليته في تقديم الخدمات الأساسية. ويأتي الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في إطار هذا السعي لإحداث نقلة نوعية في المنظومة الإدارية المصرية. كما عملت مصر على تعزيز آليات المساءلة، ففعلت دورا أكبر لنظم متابعة وتقييم الأداء الحكومي، وطورت نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات في ربوعها. واتخذت مصر خطوات جادة لتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين في مختلف الأمور وبوسائل متعددة، ولتعزيز منظومة ومؤسسات مكافحة الفساد والمساءلة. كما طورت آليات جديدة لمشاركة الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامة وتأهيلهم لقيادة العمل السياسي والإداري والمجتمعي. كما خطت مصر خطوات مهمة على سبيل التحول الرقمي والشمول المالي وتعميم التكنولوجيات المالية وإدماجها عبر كافة معاملاتها، فتبنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية، ووجهت استثمارات كبيرة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز البنية التحتية المعلوماتية. ولكي تستكمل مصر مسيرتها للإصلاح الإداري، فقد بدأت في تطوير بيئة تشريعية تواكب سرعة التحولات الجارية وتدعم جهود التخطيط العام والإدارة المحلية ومكافحة الفساد. وعملت على تفكيك التشابكات الإدارية لزيادة كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة، وخاصة تلك المرتبطة بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين. وبدأت في تسريع وتيرة التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيات المالية وتوسيع نطاق عملها في المجالات الإدارية والخدمية، ورفع جاهزية كافة أجهزة الدولة المعنية بإدارة الأزمات والتصدي السريع والكفء لتطوراتها. كما وسعت من نطاق فرص مشاركة وإدماج القطاع الخاص والمجتمع المدني في عمليات للتنمية، وعملت على رفع مستوى الوعي العام بأهمية الحوكمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.